في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. جالك اتصال قطع الخط يعني؟ تفضل. يعني الشبكة تدري تعبان أصلا عندنا هنا عموما. يا راجل شبكة إيه؟ أنت بتكذب ليه؟ أنا عايز أفهم سؤال، أنت بتكذب ليه؟ أنا اتصلت بيك وقال لك يجري مكالمة أخرى، بتقول لا الشبكة تعبانة؟ أنا اتصلت بيك يطلع عندي أنت تجري مكالمة أخرى. أنت أنا اتصلت بيك أنت وقال لي محمد علي يجري مكالمة أخرى لما الخط فصل أول مرة. أسمع لا يجري مكالمة أخرى، هذا أنا جاي أتصل بيك فيطلع عندك أنه أنا مكالمة أخرى. طيب اتفضل ماشي. كنت عاود الاتصال بيك. اتفضل. حضرتك وصفت حال الآن طيب التشبيه النبي العلي وقال له أنت البعوضة يعني. تمام؟ لا هذه شوف أشرف غريب، هذه وصفة بوصف الآية، هذه في أكو يعني في خلط واشتباه موجودة، هذه الرواية الإمام يبينها، إذا تريد في اليوم نتناقش فيها ونقول لك هذا الخلط صار وخطأ من الناس. لا أمير المؤمنين هو بعوضة فوق البعوضة ولا رسول الله بعوضة حاشا لله. يا عم دلوقتي فأمير المؤمنين هو البعوضة بقول الإمام، بتفسير الإمام قال فأمير المؤمنين هو البعوضة وما فوقها رسول الله. خلط من الإمام يعني الإمام اختلط عليه؟ هذا الناس هذا كان يعني عد الناس والإمام بين أن هذا خطأ ليس صحيح. أين بين الإمام أنه خطأ؟ خطأ غير صحيح. أين بين الإمام أنه خطأ؟ أسف الرواية لا. الآن ما تحضرني عن وربنا ما تحضرك لأنك تعلم إنني أعلم إنك يا شيخ محمد أنت لا تحضرك الآن ولن تحضرك أبدا. تمام؟ لأنني أعلم إنك أعلم 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 وأنت تعلم والجميع يعلم إنك تتقول الآن على الإمام بدون وجه حق وبدون دليل. لا تحضرني دي أعرف يا عمي. أنا سبتك تتكلم بدون مقاطعة محمد علي. شيخ محمد علي سيبتك تتكلم بدون مقاطعة. اسمعني سيبتك تتكلم بدون مقاطعة. لا وانت كلام مقاطعتنا 24 ساعة قاطعني. خلينا انت عايز تاخذ الحلقة تتكلم انت طب اتكلم يلا انا مستمع. اتكلم جيد. قال النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم شبه هذه الامة انها ستتبع خطوات بني اسرائيل حذو النعل بالنعل. ان نقول ان هذه الامة طب ما تقرأ الرواية بعد اذن حضرتك ممكن اللي هو شبه الامة شبه الافراد شبه الافراد بالنعل دي اين شبههم بالنعل يعني اقرا الروايه كده بعد اذنك عشان نشوف بس استقامه الكلام اللي انت بتقوله مع اللي انت بتحكيه. اقرا الان انا بالشعر اسمعنا انا قول الروايه كده قول الروايه يا عم قول الروايه ما قلتلكش انت دلوقتي بيت في الشارع ما شاء الله كل لما اكلمك اسمع يا شيخ محمد كل لما اكلمك كل اكتب حذو النعل بالنعل. لا والله انا عارف الروايه انا عارف الروايه تمام إيه. ممكن تقول لي بقى الرواية ماذا تقول إيه. النبي ماذا يقول فيها النبي قال لهم انتم انتم كالنعل بالنعل إيه. ها لا تتبعن سنن من قبلكم تسمعني لا تتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية اخرى حذو النعل بالنعل وفي رواية حذو القذة بالقذة. واضح كيف واضح كيف؟ هل يعني ان الامه يعني ان الامه هذه نعالات؟ لا هذا تشبيه يوصف الحال يعني واضح كيف؟ كما نقول ان زيد كالاسد في الشجاعه ولا هو مو اسد مو حيوان حقيقه. فهمتني شلون؟ شلون؟ فيا عزيزي خليك يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على طيب معلش يعني لما تيجي تتكلم يا شيخ محمد علي يا شيخ محمد علي بالله عليك يعني دايما بيقول لك حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له تمام فحضرتك الان لم تشبه الافراد بل شبهت الافعال تمام في فرق شاسع ان انا اشبه الافراد وفي فرق ما بين تشبيه الافعال. اسمع يا استاذنا اسمع 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 بعد اذنك عايز اتكلم بس خليك معايا لحظه بس عشان الكاميرا وقفت. لا تحاول تتملص لا انا اللي بتملص موجوده في كتاب بس اصبر 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 بس هشوف اصبر هشوف مين اللي بيتملص بس عشان الصوره وقفت اصبر بس عشان الصوره وقفت نشوف مين اللي بيتملص الان تمام انت ليه مستعجل على حالك بالزاويه الان انحصرت بالزاويه وتتبررها على اتجاه الافعال والاشخاص
انا انا اللي انحصرت في الزاويه، انا اللي انحصرت لما بقول لك فين الروايه بتقول لي لا تحضرني الان، انا اللي انحصرت ومفيش مجال للرد اساسا وعايزني ارد. تمام، ثانيه واحده بس اظبط، قلت لك الصوره لحظه خليك معايا ماشي. اي معاك انا. اي بيقول لك انحصرت. بسم الله. اي هذا للشراب، هذا ما يجوز به وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا يا احبه الكرام، بس بخبط الصوره عشان زي ما قطعت قدامكم كده في الشاشه، عشان الشيخ محمد ان بيقول شاء لك الله بين انا ما تلقى لك، بين ما تلقى لك مخرج. ده انا اصبر على نفسك، انت مش صبر على نفسك ليه كده؟ انا حاسس انك انت يعني مش مدي لنفسك هدنه، صح؟ لا يا معود، انت مجرد تناس مشكله يعني، من تنسالون التيهون. صح انت حافظ مثل السحار، مثل السحاره، يجي صح حافظ اللي يسويه، اما من يطلب منه شيء ما يعرف. صحيح واضح كيف؟ صحيح. تعال بقى جميل، وهذا ما الفرق الفرق بين ما السحر، بين السحر والمعجزه. خلصت اللي عندك؟ اي تفضل الصورة الشيخ. واضحة الآن يا شباب إن شاء الله، صح كده؟ في اليوتيوب الصورة واضحة مرة أخرى، بنعتذر على الانقطاع اللي في الصورة حصل، ودلوقتي الصورة تبقى معاكم واضحة إن شاء الله. دلوقتي الشيخ محمد علي قال لك إيه؟ هل عايز أتكلم بقى؟ بيقول لك هل ترضى أن أشبه اسمعك الصحابة عندك أو أقوال النبي بالنعال كما سبق في كلامه؟ المهم إن قلت له اقرأ الرواية يا شيخ التشبيه محمد. عايز أتكلم، عايز أتكلم، أنا لم أقاطعك. ها، على فكرة، على فكرة، أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطعك، لم أقاطعك، لم أقاطعك. تفضل. لما جيت سألته عن الإمام البعوضة، تمام، وقول الإمام فأمير المؤمنين هو البعوضة، خدوا بالكم من اللفظ في اللغة، هو البعوضة وما فوقها رسول الله، قال لك لا، عايز اتكلم مش عايز تهريج، ما تقاطعنيش. قال لك لا، الامام له تعقيب على هذا القول، وقال لك لا، الامام ليه تعقيب على هذا القول؟ ينكر فيه فهم الناس. طيب هنشوف اين هذا القول، ومش هسيبه منه النهارده، ده رقم واحد. لما قلت له فين؟ قال لك انا في الشارع، مع انه صوته في البيت قاعد والعيال جنبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لا تتبعدنا سنن من قبلكم، او سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. في فرق ما بين تشبيه الافعال وتشبيه الاشخاص. تشبيه الذوات شيء، وتشبيه الفعل شيء اخر. انت ستتبع فلان، ده اسمه تشبيه فعل وليس تشبيه الذات. انت كفلان، ده هنا اللي بنتكلم فيه، ك ماذا انت تفعل وتقاد، كما تشبيه الشخص، تمام، وكما هو معروف لغويا للتشبيه والتمثيل. الشيخ محمد علي شيخ الحوزة مش قادر يفرق ما بين تشبيه الفعل وتشبيه الذات. فالاستاذ الفاضل بيقول لك ايه؟ اسمع بعدك، انا ما تعطكش، انا ما تعطكش، انا ما تعطكش، انا مش قاطعتك، انا مش قاطعتك بعد اذن حضرتك، تمام. لما عندما يا استاذنا، يا استاذنا، انا مش قاطعتك، 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 عايز اتكلم، عايز اتكلم، عايز اتكلم، عايز اتكلم، عايز اتكلم. شوف يا اخواننا الاحبه، ده اسمه بدايه الافلاس، الافلاس من محمد علي بالمقاطعه، بدأ إفلاس محمد علي بالمقاطعة. أكمل كلامي لأنه مش هيفصل الآن. فلا يفرق ما بين تشبيه الذات وتشبيه الأفعال للأشخاص، تمام. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فعل، في فرق ما بين أن يفعل هذا الفعل وأن يشبه النبي الصحابي كما يشبه أمر. مثال هنا لما يجي الشيعي يقول لك إيه؟ علي نفس النبي، ده احنا بنتكلم مع الشيعة.
هل علي كما النبي؟ اسمع، هل علي كالنبي؟ تمام، تشبيه ذات ام تشبيه افعال؟ جاوبني كده، جاوب. خلصت؟ جاوب. علي، علي كالنبي تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ بعد نص القرآن، نص القرآن وانفسنا وانفسكم. شوف انا بسألك سؤال، انا بسألك سؤال، جاوبني. علي كالنبي تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ طب صعب التشبيه، جاوب. ابتدى يقطع تاني ويقول لي انا لما الكاميرا قطعت والصورة قطعت طبعا قدامكم كمشاهدين، يقول ايه؟ اشرف غريب بيملص بيتهرب بيتورط. مش اشرف غريب اللي يملص يتورط وانت عارف كده، ولكن لما انا زنقتك وانك تكذب على الامام وتقول الامام اخطأ في قول ان علي بعوضة، فين المصدر؟ تمام، يقول لك ايه؟ اصل انا لا يحضرني انا في الشارع الان. لما نيجي نتكلم اخواننا الاحبه بيتصل تاني، لما نيجي نتكلم احبتي الكرام في موضوع التشبيهات، هو دلوقتي هيتورط. شيخ محمد سامعني؟ الو تسمعني؟ اه سامعك، اتفضل. علي كالنبي تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ هي حتى لا هي جاي انا عارف انه جيد والله. لا مو تشبيه فعل، تشبيه ذات، انهما في اصلهما نور. تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ سيبك من الخرافات الشيعيه، اصلهما نور دي من الخرافات الشيعيه، دي مالناش دعوه بيها. انا بسالك علي كالنبي تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ جيد، خليني اجاوبك. سالت الان وسؤالك صار واضح وسمعنا. ما ترد رد مباشر يا راجل، وانت لازم تلف وتدور، رد رد مباشر. جيد جيد، لا لا لا، وانا ما جيد جيد جيد، وانا ما اختلف معك انه هذا مره تشبيه فعل او تشبيه ذات. هذه نظير ما عمر بن الخطاب يقول: ورايتني انزو كالاروى في من هرب من معركه احد. ها كمل كمل. هو اروى تقدر هذا تطبقها على هذا نفس هذه الروايه. انا شوف برضو مش ده سؤالي وده موضوعي اللي انت بتهرب وتتملص منه. اسمع، شوف لا شوف لا شوف لا. انت يكفيني قدام الجمهور انك انحشرت، يكفيني قدام الجمهور انك مش عارف ترد. تشبيه فعل ام تشبيه ذات؟ يعني كلامك الاولاني كله انا ضربته لك اساسا. اما تشبيه الفعل لا يعني فيه ان الذات واحده، ده المفروض ده انت راجل حوزه يعني، ده انا راجل اصلا ما تخرجتش من الازهر ولا درست لغه ولا درست. ولكن الحاجات دي بديهيه. فلما تيجي تقول شبه ان عمر فرق عندك، والله نفس الكلام يقوله الامام، الامام عندك علي قال نفس الكلام عندك في معتقد الشيعه. تمام، يعني كان فر فوق العاليه. تمام، عندما ضربت فاطمه شرب. تمام، كالاروى على العاليه، ده مش كلامي، ده كلام الامام عندك، واخد بالك ازاي؟ فبلاش تستخدم معايا الاسلوب ده عشان انا قادر احرق دمك باكتر من كده. انت عايز تتكلم نقاش علمي، اهلا بيك. عايز تمام تعمل نفسك بطل في اللغة، بلاش معايا انا، مع انه مش متخصص لغة، بس بلاش معايا انا. انا سؤالي واضح، عندما هنا وصف الامام، اسمع بقى، عندما وصف الامام علي بالبعوضة قال فالبعوضة امير المؤمنين. فالبعوضة هنا تشبيه تمثيل، امير المؤمنين. عمر لما وصف نفسه يا عم، انا بكلمك دلوقتي في الامام، مالكش دعوه بعمر، عمر مش في القصه خالص. انت مش بتتصل تعترض على قول اشرف ازل من الحذاء وطلعناها لك وتملصت من ابن ابي الحديد؟ انا بسالك الان عن البعوضه، الامام وصف امام بالبعوضه، رد على قدر سؤالي. امام وصف امام بالبعوضه، تمام. انا بسالك سؤال شيخ محمد، شيخ محمد هذه الرواية مكذوبة وغير صحيحة. أنت مش لسه معترف بصحتها وقلت إن الإمام أخطأ في الفعل وفي القول؟ لا، الإمام بين خطأ الناس في هذا الوصف. كان يبقى إذا اعترفت بصحتها وبين خطأ الناس في هذا الوصف، يعني معنى كده إن الرواية عندك صحيح. إزاي طلعت مكذوبة بعد كده؟ يا
يا جابر يا جابر بين انه الناس انتم على خطأ في هذا الفهم. اين قال بقى؟ اين بين؟ الامام الصحيح منها. اين بين؟ هذه الرواية اين بين؟ فيها خطأ. اين بين الامام هذا؟ يا عزيزي في نفس الرواية، في نفس الرواية. طيب ادي نطلع الرواية، نطلع الرواية، نطلع الرواية. يقول ليس كما ذهب الناس، ليس كما ذهب الناس. طيب ذهب الناس يا عمي، يا عمي يا عمي هنطلع الرواية تمام. عموما لا اصبر اصبر انت، لا ما تهربش، اوعى تهرب، اوعى تهرب. تفسير علي بن ابراهيم القمي، ليش يعني عمر تفسير علي؟ شوفوا شوفوا قله ادب، عايز يعمل ايه؟ وربنا انك انحشرت، والله انك انحشرت. تعالى يا بس، ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش. تعالى 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 ما تكذبش على الناس، خليك بس راجل، ما تقفلش الخط. تفسير علي بن ابراهيم القمي الجزء الاول صفحه 35 تمام. ان هذا المثل ضربه الله لامير المؤمنين عليه السلام، فالبعوضه امير المؤمنين عليه السلام وما فوقها رسول الله صلى الله عليه واله. فين هنا الامام وضح؟ فين الامام قال لك الناس اخطات؟ يلا طلع كده خطا الامام من الروايه، طلع تمام. وانا طالع كان في الشارع، طلع لك الروايه. انت في الشارع، انت في الشارع، انت في الشارع، انت في الشارع، عرفت انك انت بس في الشارع. تمام. الذي انجبت انت فيه، ما زلت تطوف فيه، وما زلت تبحث فيه عن من هذا الرجل الذي وضع تلك النطفة تمام لتخرج انت منها، استمر في السير في الشارع فلعلك تجد ضالتك.